برلمان من نصيب الحزب الوطني الحاكم، أما المعارضة الحقيقية فقد استبعدت منه عمدا. هكذا تقول المعارضة على الرغم من فوز بعض الأحزاب السياسية التي لم تقاطع الجولة الثانية للانتخابات بعدد من المقاعد. فوز جعل حزب التجمع اليساري صاحب الكتلة البرلمانية المعارضة الكبرى بستة مقاعد، خلفا لجماعة الإخوان المسلمين التي احتلت نفس الموقع في البرلمان السابق ب88 مقعدا. أما القوى السياسية التي قاطعت انتخابات الإعادة وعلى رأسها الإخوان المسلمون وحزب الوفد، فيتعين عليها أن تتخذ موقفا بالاستمرار في البرلمان أو الانسحاب منه بعد أن فاز عدد من مرشحيها في جولة الإعادة. هيئة العليا للحزب ستجتمع يوم الأربعاء مساء لتداول هذا الأمر، والمطروح هو اتخاذ القرار اللازم كي لا يكون للحزب هيئة برلمانية في هذا البرلمان. منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات شككت في نزاهتها، وتحدثت عن أن التزوير والعنف وشراء الأصوات كان وراء النتائج المعلنة حتى في جولة الإعادة. والقضاء هو الآخر أصدر أحكاما تقضي بوقف الانتخابات في الكثير من الدوائر، أحكام لم تنفذ، واعتبر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن تجاهلها هو أكبر انتهاك تعرضت له هذه العملية الانتخابية. حجم الهدم الجاري في مؤسسات دولة القانون في مصر في السنوات الأخيرة والذي بلغ ذروته في هذه الانتخابات يجعل ما حدث فيها يرتقي أو بمثابة كارثة وطنية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وسط هذا المشهد هو كيف ستتعامل المعارضة مع واقعها الجديد في ظل برلمان تشكك في شرعيته وانتخابات رئاسية قادمة ستقام بنفس الشروط القانونية التي أقيمت بها انتخابات مجلس الشعب. يعني هل هذه الأحزاب أن تناضل أولا ضد العوامل التي أدت إلى ضعفها وتقودها، وهي استمرار قانون الطوارئ ووجود قيادات على رأس هذه الأحزاب مرتبطة بحبل سر غليظ مع النظام من المصالح والمنافع المتبادلة؟ انتهت الانتخابات ولم ينتهي الجدل السياسي داخل الأحزاب المصرية وخارجها، إلا أن الواقع يقول أن ملامح المشهد السياسي في مصر قد اختلفت كثيرا بعد 5 ديسمبر، وأن ملامح المشهد الجديد سوف تتشكل خلال الأيام والأسابيع القادمة. دينا سمك، الجزيرة، القاهرة.